مرحبا لكم ولكم. هذه التهديدات ليست بجديدة وليست بمفاجأة لنا هنا في روسيا، وليست مفاجأة أعتقد للولايات الأمريكية، لأنه من 5 أيام بالضبط ضرب شاطئ سفن قطب وتم إصابة حوالي 150 شخص وحوالي 5 أشخاص بينهم أطفال. هذه كانت تداعيات تستحق الرد القوي جدا من الجانب الروسي. من وقتها روسيا اتخذت عدة تدابير سريعة، يعني وزارة الخارجية استدعت السفيرة الأمريكية المتواجدة في موسكو ونبهتها تنبيها يعني شديد اللهجة بأن روسيا سوف ترد على هذا الشديد من قبل الولايات المتحدة، لأن روسيا اليوم تعتبر أنه أمريكا تريد أن بروسيا حقيقة إلى المواجهة المباشرة مباشرة بين هاتين القوتين، تعني الوصول إلى حرب نووية شاملة في مياه البحر الأسود. هذا ما يخشاه الجميع الآن، وخاصة أنه الصواريخ التي ضربت شاطئ سيفاستوبول التي هي ضمن أراضي شبه جزيرة التي ضمتها روسيا الأرض، ضربت هذه الصواريخ السريعة عالية الدقة سريعة المدى، هي صواريخ أمريكية تصنع، ضربت من البحر الأسود. طيب كيف وكانت سيكون شكل الرد الروسي دكتورة علا على هذه التي يعني الاستفزازات الأمريكية كما تسميها روسيا؟ كيف سيكون هذا الرد وخيارات الرد لدى روسيا؟ حقيقة لم أسمع، لكن أعتقد هل أعيد عليك سؤال دكتورة؟ كنت أتحدث عن خيارات الرد أو شكل الرد الروسي على هذه الاستفزازات الأمريكية كما تسميها. هذه المسيرات إلى طائرات الاستطلاع يعني تحلق فوق مياه البحر الأسود، هي حسب وجهة النظر الأمريكية أنها تحلق فوق مياه إقليمية ليست تابعة لروسيا، لكن روسيا تعتبر إلى هذه الطائرات الاستطلاع تحلق فوق مياه البحر الأسود التي هي تابعة لشبه جزيرة القرم، وشبه جزيرة القرم وضعت تحت سيطرة الدولة الروسية، فهي من ضمن أراضي الدولة الروسية، لهذا تعتبرها روسيا تعدي وتحدي حقيقة لهيبة الدولة. بالنسبة للوضع الحالي أعتقد المواجهة المباشرة باتت أمرا مصيري، يعني أعتقد لأنه لابد إلى كل الأمور إلى المواجهة المباشرة، مع أنه روسيا دائما تعتمد على طرق جدا لان لا تصل الى هذا الى هذا المنحى والى هذه النتيجه، لكن كما نقرا الاوضاع حاليا كل الظروف سوف تؤدي الى حرب مواجهه شامله بين القوتين بين امريكا وروسيا. وحقيقه الكثير من المحللين الروسيين يعتبرون الى ان الحرب العالميه الثالثه هي قد نشبت بالفعل، وهذا ما نعيشه اليوم، وهذه هي بدايات الحرب الجارية على أرض نعم. الواقع، والتي كانت يعني بدايتها من الأرض الأوكرانية من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نعم. على السنة. جزيل الشكر لهذه المداخلة معنا من موسكو الدكتور علا شحود متخصصة في العلاقات الدولية، جزيل الشكر.